مهرجان التميز، والكل متميز بهذا المهرجان، الكل متميز لحاضرا في هذا المهرجان حيث تميز بهذا الدعم، الدعم الكبير، الدعم الفخم، الدعم الذي ياتي من رجل لا يعرف لا ولا مستحيل، انه المداهم، انه ابو خالد الشيخ علي بن سالم بن الدهام الوهيبي. هكذا وعلى بركة الله، امسية كبيرة، امسية جميلة، امسية الاصالة وامسية المضمرين في هذا الامسية التراثية على شرف انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان التميز. ايضا هذا المهرجان مهرجان التميز، مباشرة الى مقدمة الشوط والى شاهين ناصر بن عبد الله بن شامس الوهيبي. المركز الثاني يتقدم شاهين احمود بن حمد بن سعيد الزيدي. المركز الثالث يتقدم شاهين محمد بن سالم بن حميد الوهيبي. وصل ايضا الصيرمي علي بن محمد بن علي الوهيبي. تدخل اذن هناك الباز حمد بن مسلم اليحافي. هكذا النتيجة، هكذا النداء، وعودة الى اهالي الزهرة، عودة الى بن شامس. بن شامس يتقدم، بن شامس ياتي على المركز الاول. المركز الثاني خطير، خطير، حمد بن مسلم اليحافي يقدم شاهين. يلا يا ابو ابراهيم، في يوم القمة، يوم المنافسة، يوم الكبار في مهرجان التميز، دعم المداهم، يا له من دعم، يا له من تشجيع، يا له من حب لهذه الرياضة ومادة الزعفران، المادة التراثية، المادة التراثية. تنتظر هذه الشعارات التي ستتوج بالفوز والانتصار. المركز الأول، الباز غير، الباز، الباز وسلالة الباز بن يبيل اللي يعرفه جيدا بإنجازاته ببطولاته، حمد بن مسلم اليحافي. حي أبو إبراهيم، حيوه، سلام للمشرف، سلام، سلام لليحافي، سلام، والسلام أيضا لهالي محوت، سلام. المركز الثاني من وصل أيضا شعار ناصر بن عبد الله بن شامس الوهيب. المركز الثالث، المركز الثالث أيضا كان هناك الوصول من سياف لبدر بن سعيد بن محمد الغفيلي. التوقيت مع الباز دقيقتين خمس 19 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن مسلم اليحافي، وسلام يا أبو إبراهيم، سلام.